في المانيا تخدم 7 شهور تعمل اعز كهرباء، في تونس تخدم 7 شهور شو ما تعمل؟ اعز بهيم. تبدو تدور بي في السنترفيل، والله دخلت على سوم بهيم. ما هو مسكين قريب شوي نولوا كيف هم احنا من الذكية في تونس بكثرة الماكلة. عادك بينا كيف؟ ولا احنا كيف تتصور فينا ماخي الدولة تسير فيك كيف البهيم؟ مادام خويا الشعب ساكت يجبر علينا احنا سوم بهيم. البهيم اللي تحكي عليه انت في المليون ونص زوز ملايين، معناتها انت بسبعة شهور تنجم تفضل زوز ملايين. حاشاك وحاشا قدرك، تعرفوا الجحش اليتيم احنا ناخذوه لا هو يحقرنا الزوز نفس المستوى. حاشا الرجال غاي مقصود الكلمه اللي شكون حوشا معناتها مانيش احنا هو ما حبونا هك. اما احنا عرفت كلمه نزقزقوا من نارك حوش تجي منا تلقيني نتريبي بيك من يودي ديما نتريبي بي نسك كيف البهيم. حتى كركسه ما يجيبهاش تشري مليون من برشك 7 شهور. في الشرق قداش نجم نتلم فلوس؟ تلم ولا تصبح موسير قبل كل شيء؟ ليه ديما موسير قبل ما يدخل الشهر. ديما موسير معناتها كل شهر تلقى روحك موسير في الشهر اللي مازال ما تخلص هكاك اللي مازلت ما خدمتوش. بليت تصير بينا في الحاله هكا هكا الدرجه عايشين هكا. ايه عايشين هكا. في المانيا تخدم مش 6 شهور شهر تشري اودي، في تونس تخدم 7 شهور تشري بودي. صعيبة حتى بسكليت ما تاخذهاش. ما تعمل شيء في تونس تخدم تطلع موسيل 7 شهور في تونس. تخدم 7 شهور زي تطلع موسيل. تطلع موسيل تخدم 7 شهور في تونس ساعتك باش تطر الخدمة مو يلزمك ملبوس باش تخدم ولا لا. مو يلزمك باش تركب في المترو ولا باش تركب في الترين ولا باش تركب في تاكسي. أنت ديجاك 7 شهور ولا الشهر الأول والثاني والثالث تسلفت عليهم باش نجم تمشي للخدمة. دونك الأشهر الأولى في الخدمة تلقى روحك قاعد تخلص في اللي تسلفته. ما تعمل حد شيء شو تعمل في حياتك أنت؟ أنت ما عندكش حاجة حاجة باش توفرها لحياتك الخاصة كعازب 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 ما تنجمش تعملها. أنا سيارة أنا سيارة كلش بالكريدي. شو هو معناها كريدي؟ هو الكريدي متاع القرى هي تخدم شهر يا حسرة باش تعملها الكهرباء بالكريدي متاعك. باش تعمل كهرباء باه يا خلينا توا نحكيو في الصحيح باش تعمل كهرباء باه قداش لازمك تقعد تخدم عليها وقداش لازمها فلوس؟ كهرباء باهي يلزمك نقولوا نحن يلزمك 10 سنين وما تصرفش ببحر ما تابطلوش لا تعمل لقاء ولا شيء. يلزمك تعدي على تحزق مش تحزق روحك تخنق روحك وتحزق روحك باش تنجم تعمل سياره كيكه حكايه بارغه فهمت. تعمل كهرباء باهي يلزمك تخدم على قليله 30 سنه باش تعمل كهرباء حتى برويتها ما تعملهاش. 30 سنة؟ اه 30 سنة وين؟ يتولى يخلط على باقات تسمى راجل. نخدم انا ولدي نعرس يعني نخدموا الزوز باش نعملوا كرم. تخدم انت ولدك باش تخلطوا تعملوا كرم. وتخلط عليها زعما انت مازلت حي؟ ايه كان ما خلطتش عليه انا وكا ولدي وكا جو بيت ويسو. لازمك على الاقل 20 سنة. 20 سنة باش تعمل كهرباء. 20 سنة. معناتها باش تعمل كهرباء سي بون وقت مازالك عام على الانتريت. اي سي عام على الانتريت تسمى سلكتها باهي. سي صاحبي الكهرباء ما عادش طموحاتها العباد ولا تفتش في حوايج ضرورية باش تاكل. 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. باش تعمل كهرباء نتاع قداش هكاك فلوس؟ 20 مليون. قداش لازمك يا مدام؟ تفضل معناتها كل شهر باش تلم حق الكهرباء. كي تبدا شهريه قوي لي ماكسيموم 200 300 انت تو تخدم ولا؟ تو بطال. باهي خدمت قبل ما خديت شهريه قبل؟ خديت برشا شهري وما عملت شيء. خديت برشا شهري قلت لي ما عملت حتى شيء. باهي الشهريه في الشرق اش تفضل منها فلوس؟ تصبح موسيه. ولا تصبح موسيه لان انت ساعه ما يخلط الشهر طيشتهم الكل في الكريديات. معناها ما يخلط الشهر اللي حطيتهم الكل في الكريديات معناها ما فماش كان بقات لك بقات 100,000 هكا باش تخباها
منا ولا منا باش تستحق مش ما يجيش شهر الاخر باش راك انت جبتها وسي وتصرفت ال 100 الف هذيك. ايه 7 شهور تخدم قداش تلم؟ انت والشهريه عاد انت والشهريه كان شهريتك 600 تنجم تلم مش انت ومصروفك خاطر انت شهريتك 600 الف تخدم 7 شهور قداش تلم منها؟ تلم منها حق كهرباء؟ لا مستحيل لا لا مستحيل حتى في السوق ما نجمش 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 خاطر ما هاك تشوف انت تو في الدنيا غالي انت شهريه هذيك باش تلبس منها منها ولا من معناه ما يخلط الشهر الاخر تلقاك صرفت شهرين سيرتو توا معناه في الوضع هذا انت باش تلمت معناه حق كهرباء حتى تصرف انت وحتى تاكل انت باش تلمت حق انت ليه العرس تحكيش عليه خاطر العرس في سوم كهرباء العرس في سوم كهرباء والدار دار هي دار ملك ربي لا واحد الحمد لله اما معناها بارابور بالناس الاخرى اخويا ما تخلطش تو انا مانيش معرس وما عندي حتى شيء معني ما عندي حتى مسؤوليه ما خلطتش خليك يتعرس خليك نعرس وخليك باش تهد الكهرباء وحدها زي ما مصروف فينيات مزوت ايسونس وسافوار تصرف على حاجتين على المراه والدار وتصرف على الكهرباء بالطبيعه ماذا مصروف وانت انت باش تصرف على روحك صح حتى تخلط باش تصرف على روحك انت كان تار 30 الف انت باش تخليها لروحك وهذا كان خلطت عليها انت من اصل 30 الف النهار 30 الف ساعة ياك باش تصرفها مش نهار تو معليه في سونتر فيل هنا خويا اقل من ساعة شو مصرفك 30 الف شنو؟ شو مصرفك 30 الف؟ يا دخانك ماكلتك شو باش تاكل بلاش شنو باش تاكل تولي يا ودي ما تنجمش تحكم فيها 30 الف شوية راه تنجمش تحكم فيها سيرتو تو انت برا تويك اقل قهوه تو تشوف ايش تلقى انا اقلش من 12000 13000 باش تمشي قهوه شعبيه ايه اما ما انا نحكي لك انا كان باش تمشي تتفرهد في مخك باش تمشي تتفرهد 30000 ما تعملك شيء انا تو اقل حاجه صارف تويك بضحك ولعب 30000 اش عملت به؟ اش عملت به؟ قهوه دخان وكليت دار قداش لازمك؟ نحكيو على دار باهيه دار باهيه اللي كان واحد نقزها عمل لك كفلنا تسمى ولا راجل كان شارك فن تسمى راجل صح لك ياسر متشائم هذا صاحبي ما نكذبش عليك كان عندي توا 9 سنين مش في تونس جملة فهمت 9 سنين شو؟ 9 سنين مش في تونس أنا تعرف كنت بفلوسي من هنا ونزلت علي أدوات والضي والماء والضو والماء هربت ما غير ما نشعر خليت ولادي وهربت ما غير ما نشعر فهمت والحمد لله توا اللي نخدموا عامل برا خير ما نخدموا 10 سنين هنا البرة علاش برا تكون وفي تونس ما تكونش؟ غالب البرة على خاطر البلاد هنا ياسر مصاريفك ترى الغلاء كل يوم ترقد وتقوم تصبح الغلاء السكر زايد والواحد كل ما شيء زايد. الدار صعيبة برشا نشري تراب ونبني 50 متر وفي البرك ويا ربي لك الحمد. سهلة توا الكهرباء في تونس تنجم تعمل كهرباء من غير كريزي تنجم تعمل كهرباء من غير ما تاخذ قرض. شكون اللي نجم يعمل كهرباء من غير قرض؟ اللهم اللي تولد القابوه لبس عليه. باش يخلي له سيارة شهريتك بخدمتك شهريتك ما تعمل حتى شيء بها في تونس شهرية شهرية ما عادش ناكلوا بها في تونس شهرية ما عادش توكل في تونس أنت تحكي على الدار توا أقل بورتمان في تونس 300 مليون باهي 300 مليون هذوما نفرضوا مواطن تونسي يخدم وباش ياخذ قرض من عند بنك على 20 سنة تعرف قداش شهريته يلزم تكون باش نجم ياخذ 300 مليون باش تشري دار وهي البنكة ما تعطيش المبلغ كامل 300 مليون تعطي 80% نتاع 300 مليون ويلزم المواطن التونسي يكون عنده التمويل الذاتي ل 20% شهريته يلزم تكون 6-7 ملايين في الشهر شكون هذا اللي باك بلس 4 ولا باك بلس 5 عنده 6-7 ملايين في الشهر تو انت تفدلك توا ولا بالمجد تحكي معايا توا بالمجد تحكي قاعد تسجل انت توا قاعد نسجل فيك وكلامك كله باش يتعدى علاش الدرجه هذه سامحني وليت تضحك واحد يعمل كهرباء ودار موضوع ذا يضحك ولا اقل كهرباء توا سياره شعبيه 20 مليون كيفاش باش يتلموا ال 20 مليون فهمتني اما بتباع واحد كي باش يشري كهرباء مش باش يبدا ب 20 مليون من الاول مو بيبدا كهرباء بخمسه بست ملايين يتعلم عليها ومن بعد يستحفظ عليها ويحسنها شويه ومن بعد يتعدى لل 16 مليون لل 12 مليون في الشهر الواحد قداش تفضل انت من شهريتك؟ ما نفضلش بالروج عليه عندك عائله؟ لا ما عنديش عندي عائله صحيح؟ معناتها ليه تصرف على عائله معناتها؟ على عائله اما لكن فماش فلوسها ملح تونس
والله فلوسها منحة صاحب البر. فلوسها سكر صاحب البر. تونس فلوسها ملح والبر فلوسها سكر. علي فسر لي شنو باش نقول لك. ديجا انت فهمت الموضوع. تونس صاحبي تخدم تصور حتى 10 ملايين. ريت تصور 10 ملايين اما ليك انه ما فماش ما تثمرش. فلوسها احمر فلوسها حرام تونس. فهمتني؟ يا دي ما تصورهاش صلي على النبي بالحرام لا تصور. انت عايش حيط عمرك وما لك عايش في تونس. المانيا نقول لك شهير تقلع صاحبي.